الاعتزاز لقائد جسدت مواقفه وإنجازاته رمزاً منيراً في حاضر ومستقبل هذه الأمة، يتقدم السيد محمود توفيق وزير الداخلية بهدية تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تعبيراً عن مشاعر الوفاء والعرفان لقائد أبهر العالم الذي أيقن أن مصر بحاضرها وتاريخها الفريد لن تسقط أو تنهزم أمام أي مخطط مهما تعاظمت حلقاته أو تعددت أطرافه.